هي بركة وشفاء، ولكن كثير لا يعلم أسرارها. وطبعا الكثير يجيب زمزم من على الطريق ويجيبها من الناس ومن أصحابه وناس تهاديها، لكن ما يعرفوا هي زمزم أصلية ولا منها أصلية. للأسف عفانا الله، يعني في ناس كثير اكتشفوهم في المدينة وفي مكة وفي الطائف يعبون موية ويقولون إنها زمزم وهي ما هي زمزم، لكن الحمد لله في طريقة بسيطة تقدر من خلالها تعرف إذا كانت الموية اللي وياك هي موية زمزم ولا لا. اختبار بسيط جدا عادي جدا عن طريق الكهرباء، وتقدر فيه تستكشف إذا كانت الموية اللي عندك زمزم ولا لا. أول شيء إنك هذه تسوي لمبة عادية، أوكي، وبعدين تطلع منها سلكين كأنها سلكين كمثرى، كأنها مفتاح عادي، بس المفتاح تطلعه في أسلاك على أساس تقدر تدخله جوا الموية، أوكي. أول شيء نركب الكهرباء، بسم الله. هذه كذا الكهرباء قدامك كذا الضوء، هذه كذا تنور، هذه تحل محل المفتاح، يعني كأنها مفتاح أو كأنها كمثرى، مفتاح الكمثرى هذا الصغير، أوكي. هذه طبعا أعاذكم الله موية من الحنفية، هذه من الحنفية عادية جدا. إذا سويت عليها كذا، جيب الموية هنا، سويت كذا ما في أي شيء، ما تنور ما تطلع ضوء. لكن هنا إن شاء الله بعون الله نفضي شوية زمزم، كافي. هذه زمزم وهذه الموية العادية. قلنا الموية العادية الاختبار سبحان الله ما فيها بور، ما فيها بور، ما فيها شيء، ما فيها طاقة، لكن سبحان الله تيجي على زمزم، شوف كيف المصباح، كيف اللمبة، سبحان الله الموية تطلع طاقة، تطلع بور، سبحان الله. هذا من فضل الله، وهذه ما تحصلها في أي موية على وجه الأرض، يعني إلا في موية زمزم. الطاقة هذه ما تطلع وياك وما تظهر إلا في موية زمزم. إذا سويت كده ما فيها شيء، ما تطلع أي إضاءة ولا طاقة ولا شيء، تقدر تختبر إنها موية عادية. هذه كده إثبات إنها موية عادية. لكن لو سويت كده الحركة سبحان الملك، يعني تظهر إن الموية زمزم أصلية. إذا المصباح ولع وياك